إن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 من شهر فبراير الماضي قد سجل حالة مأساوية بالغة، قد أودى بمقتل أكثر من 46 قتيلا. هذا الوضع الكارثي قد أحزن البشرية جمعاء، الأمر الذي دعا وزير الجيوش المكلف بضحايا الحرب والمحاربين القدامى الفريق داود يحيى إبراهيم برفقة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أبكر عبد الكريم داود بزيارة إلى السفير التركي لدى البلاد سعادة كمال كايجيسيس، حيث قدم الوفد العسكري واجب العزاء إلى السفير التركي متأسفين لما جرى إثر هذه الكارثة التي راح ضحيتها الآلاف من العائلات التركية. كما قدم الوفد العسكري وقفة التضامن مع الشعب التركي وحكومته نيابة عن الجيش التشادي. زيارة أعرب فيها وزير الجيوش الفريق داود يحيى إبراهيم عن بالغ حزنه، مضيفا بأن ما حصل لبلاد أتاتورك هو أمر مؤسف للغاية. نحن كقوات مسلحة تشادية باسمي أنا كوزير الجيش التشادي وباسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تعزياتنا لكل الشعب التركي بما جرى في هذا الحادث، وهذا يعني معلم شديد لقواتنا المسلحة لأن لدينا تاريخ واحد مع هذا الشعب وكانوا معنا أصدقاء في كل الأوقات. كما قدم الوفد العسكري 200 رأس من الأغنام للأسر التركية المتضررة من هذا الظرف الأليم، أنها تعتبر لفتة إنسانية وتعبيرا لتضامن الجيش التشادي مع ضحايا زلزال تركيا. من جانبه السفير التركي لدى البلاد سعادة كمال كايجيسيس أعرب عن سعادته بهذه الزيارة واصفا إياها بصداقة البواسل، كما أنها تزيد التلاحم بين الشعبين الشقيقين اللذان يتقاسمان أحزانهما في جميع الظروف مأساوية كانت أو غيرها.